معنا على الهاتف احد نجوم الكره السعوديه، واحد ابرز نجوم نادي الرياض في العصر الذهبي لنادي الرياض، الكابتن ياسر الطايفي. ظهر انقطع الاتصال ولا يا شباب؟ معك. طيب معنا ياسر، مساء الخير يا كابتن. مساء النور. تفضل يا حبيبي، انت على الهواء. اهلا وسهلا اخوي تركي، واحييك واحيي ضيوفك الكرام. هلا وسهلا، تفضل يا غالي. اسم الموضوع اللي اثرته صراحه موضوع جميل ويهم كل لاعب في نادي الرياض سابق، وانا كنت من واحد من الضحايا. بس الشيء اللي شفع لي كان انا باقي لي مستحقات، ليس رواتب بل مقدم عقد حق بدل سكن. وكان مبلغ بسيط 75 ألف، واستلمت الحمد لله. فبقى اللي بعدي، الجيل اللي بعدي الضحايا الباقيين اللي كانوا مجموعة. كابتن ياسر، هذه المعلومات دقيقة يعني احنا متأكدنا منها، بس انت بعد يعني شاهد على العصر زي ما يقولوا. صحيح اللاعبين ياخذون 10 آلاف في السنة و15؟ انا كنت اخذ 5 آلاف في السنة. وكم كان لك؟ وكان الباقي لي 75 ألف سكن ليس رواتب. 75 ألف، وكنت أخذ 5 آلاف في السنة؟ أي، وأقعد أحيانا سنتين ما أستلم. ومتى كملتها؟ كم قعدت لين كملت 75؟ طولت، قعدت يمكن تقريبا 4 سنوات 5 سنوات ما أستلمها بالقطارة. لا، تأخذ 5 آلاف في السنة ولا كم مرة في السنة تأخذ؟ 5 آلاف في السنة، وأحيانا تطوف سنة أخذ السنة اللي بعدها، يصير أستلم بعد سنتين 5 آلاف. لحظة الحين 75، شلون خلصتها في 4 سنوات إذا 5 آلاف في السنة؟ طولت، يعني انا اقول لك مددت اكثر من 4 سنوات، عرفت يعني جلست طولت. ما فهمت، اشرح لي، ابغى افهم. معليش يا كابتن. يعني كان السنه مثلا يقول لي الحين نهايه السنه تستلم على الاعانه 5 آلاف. من 75؟ اي من 75. اجي السنه اللي بعدها يقولوا لي ما صرف شيء. طيب استلم السنه اللي بعدها. طيب السنه اللي بعدها كم يعطونك؟ احيانا يعطوني اياها على 5 أو على 7، أو يعطوني إياها. طيب بهالطريقة إذا خلينا نفترض 5 ولك 75، كم تحتاج سنة؟ تحتاج يمكن 15 سنة. 15 سنة، شلون خلصت في 4 سنوات؟ لأني كنت أتبرع للنادي. في فترة جت للنادي قالت تتبرع للنادي ب3 رواتب. طيب واللعيبة الباقيين يا كابتن؟ اللعيبة الباقيين حالهم مزري، وكان بس المشكلة في تركي أن كان المشكلة مشتركة بين الاتحاد السعودي لجهه هذا بين الاحتراف وبين النادي، انك لازم توقع المسير تستلم المبلغ عشان تصرف الاعانه، وانا ما استلمت المبلغ. طيب الحين كنت تتبرع يعني برغبه وبسماحه خاطر زي ما يقولون ولا لا؟ عشان توقع المسير لازم كل المجموعه. طيب ابقرا لك اسماء. شوف كابتن ياسر، ابقرا لك اسماء. نعم. وما ابغاك تحدد لي مين، بس ابغاك وانا اقرا الاسماء تعد معي 1 2 3 4، مين من هاللاعبين حالته الماديه سيئة، حالته المادية سيئة على المستوى الأسري، يعني عنده مشكلة في السكن، عنده مشكلة في الحياة، عنده مشكلة في لقمة العيش. أبعد لك أسماء وما تحدد لي من الاسم، بس قول لي والله 3 من 5، 2 من 10، الأسماء اللي بعدهم لك. بقول لك شيء، أنا كلهم أنا ما أدري عن الأسماء، بس كل اللي موجود عندك الأسماء حالتهم المادية متوسطة، يعني عايشين على رواتبهم. في ناس من الأسماء اللي عندك، لأني سمعت الأسماء في البداية، الأسماء اللي عندك مو على رأس عمل. طيب كابتن ياسر الطايفي، شكرا جزيلا. كلهم زين، ومن الطبيعي كلهم لانهم لاعبين كره قدم مساكين عندنا. زين اخوي تركي، انا لما قدمت لي الدعوه البرنامج كوره وجيت هنا كنت اشعر باحباط من الوضع العام اللي حاصل للمنتخب في الرياضه السعوديه. انا كان لي اراء كثيره اتكلم عن منظومه العمل في الاتحاد السعودي. اول شيء تسمح لي اذا كان انا امون على برنامج كوره وعليك اني اقدم دعوه لجميع الانديه. انا متاكد ان هالموضوع ذا موجود في انديه كثيره. زين انا اقدم لهم دعوه انهم يرسلون زي ما ارسلوا نادي الرياض، او زي ما قدرت تحصل عليه بطريقتك الصحفيه وحسك الاعلامي، انك تجمع نفس الموضوع ذا وتسويها قضيه، وقضيه راي عام، واحنا نطالب وزاره الماليه بحل المشاكل هؤلاء اللاعبين المواطنين قبل ان يكونوا لاعبين. يعني صراحة مأساة أنك لاعب يجلس 60 سنة، يعني بعد ما أولد ولدي ويتوظف ويحل التقاعد يصير ما بعد خلاص. وأنا قلت لك في البداية أخي تركي، تأكد أنه مش منتظمين. زين فبالتالي يعني 60 سنة ممكن تصير 100 سنة ترى. طيب بعدم الانتظام هذا بندر،
خلينا نعلق كمان على شيء إيجابي اللي من وزارة الشؤون الاجتماعية، هذا التفاعل، هذا التجاوب، هذا التحرك، يعني أخذوا موقف وبحثوا فيه، حلوه ما حلوه، بس في ناس تحركت، في جهة حكومية سمعت كلام ما عجبها أنه في مشكلة وتحركت، أخذت خطوة. حقيقة جميل ما ذكره الأستاذ عبد الله أنه فيه تحرك، أتمنى أنه يعقب هذا التحرك أنه يكون فيه فعلا تفاعل لهالقضية بشكل كبير. الأستاذ عبد الله وعد أنه بعد شهر سيتم إنهاء الوضع واستخراج بطاقة أحوال، أتمنى أنه فعلا يعني يكون شهر لا يتجاوز، لأنه بعض الأحيان بعض المعاملات يكون لها بعض العواقب أو بعض الأمور التي تكون هناك حائل دونها، ومن ثم الشهر هذا يذهب إلى سنة وأكثر، فأتمنى أنه فعلا يكون شهر. طيب احنا عموما يعني نتمنى انه كل هالمعلومات اللي قدمناها خطا، نتمنى انه يعني حتى لو مصداقيه البرنامج خلنا الناس يقول تضرب، وانه نطلع انه هذه معلوماتنا غير حقيقيه، ما عندنا مانع، بس فعلا نتمنى انها تكون غير حقيقيه، ودنا نكون احنا غلطانين، ودنا احنا تكون معلوماتنا غير صحيحه، ودنا معلوماتنا تكون غير دقيقه، ويكون هذا الموضوع مجرد وهم مش حقيقه يعني، ويكون اللاعبين فعلا ماخذين حقوقهم وحالاتهم الماديه احسن، ونكون احنا ان شاء الله يعني اخطانا، بس الى الان شكل الموضوع حقيقي بناء على الاوراق وبناء حتى على اتصال كابتن ياسر الطائي. حتى دعوه للانديه الثانيه واللاعبين اللي عندهم زي كذا، انا قلت لك انا امون على البرنامج انه يعني تتراكم على القضيه هذه نفس المشكله في انديه اخرى، اساس وزاره الماليه تعرف حجم المشكله الموجوده. يعني انا صراحه ارأف بحل الاتحاد السعودي الجديد اللي بيجي اذا كان بيرث هذه المشاكل، انا الصراحه أرأف بحاله وأقول لك إياه من الآن سيفشلون إذا وزارة المالية ما تحركت. لاحظ يا أستاذ تركي أنه رئيس الاتحاد السعودي السابق صاحب سمو الملك الأمير نواف هو الرئيس العام لرعاية الشباب، فبالتالي كان يعني مغذي قوي للاتحاد السعودي لأنه هو رئيس الاتحاد، الآن حينفصل الاتحاد ده عن الرئاسة العامة زين، فبالتالي وزارة المالية إذا عندها زين إذا عندها الرغبة، وإن شاء الله موجودة الرغبة حتى من القيادة العليا والقيادة السياسية، إذا عندهم الرغبة بتطوير كرة القدم النظر لهذا الموضوع بعين الاعتبار، ليس هذا فقط بل دعم الرياضة السعودية أكثر من ذلك، الدعم الذي كنتم تقدمونه لا يفي، يعني إعانة احتراف لا تفي الراتب شهر واحد الفريق محترف.